المسيح حاسس بيك انك تعبان، انك متألم، انك مضغوط. هو انت لما تتعرض لاخبار محزنة او مواقف سيئة ايه رد فعلك؟ ادي نقطة اولى بس عايز احكي. ايه رد فعلك؟ تعمل ايه؟ هتتأثر؟ اكيد هتتأثر. تحزن؟ تحزن. الامر انت فيك ضغط؟ في ضغط. فالموقف رد فعل المسيح للتلاميذ على طول كده الكتاب، فقال لهم: تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. خلي بالك، هم حكوا له قصه، هم مش تعبانين جسديا، انما هم تعبانين نفسيا. يا رب انت تقصد ايه بتقول لهم تعالوا استريحوا؟ استريحوا قليلا ايه يعني؟ تقصد ايه؟ تقول لهم تعالوا انتم منفردين. انا عايز اقول لك ان المواقف اللي هي ضغط عليك وما احزنت قلبك وتعباك، واحد، المسيح حاسس بيك انك تعبان، انك متألم، انك مضغوط. طب ربنا محتاج اعمل ايه؟ تعال استريح. ما المقصود بكلمة استريح؟ مش جسدك، انما روحك تستريح. وبعدين يقول لهم استريحوا قليلا، يعني خد نفسك. ويقول لهم تعالوا انتم منفردين. يعني خليني اقول لك حاجة، لما تبقى تعبان قوي قوي ومضغوط قوي ومتضايق قوي من احداث كتيرة، انفرد بي، انفرد بي. ما تزودش ضغطتك بضغطة الناس. ساعات الواحد بيبقى تعبان ومضغوط قوي قوي قوي، فيدور على حد يحكي له ضغطته. ده شيء صحي طبعا، شيء صحي ان واحد يطلع له جواه يحكي، طبعا شيء صحي. بس الأصح منه انك تروح تقعد معاه، الأصح منه أن تنفرد به. في فرق ما بينك تقعد وتنفرد. تقعد هي قاعدة، تنفرد يعني يبقى بتحكي كل أعماق أنت وأنتي وأنا. نحن محتاجين في هذه الأيام أن ننفرد به. كم من الناس اللي تعبانة ملهاش حصر، يعني وطول النهار من الصبح لليل واحد بيسمع أخبار، يعني والناس تظن إنه في حل عند الناس. الحل مش عند الناس، حل فين؟ حل عنده. أنت تحتاج أن تنفرد معه. عايز أقول لكل الناس خصوصا النهاردة، يعني من فضلك انفرد بي، أقعد معاه. يمكن المشكلة ما تتحلش، بس أكيد هترتاح. يمكن ما تاخدش حلول معجزية، لكن أكيد هتطلع بعشرة إلهية. يمكن التفكير بتاعك ما يهداش، بس روحك هتهدى. أنت تحتاج أنك تنفرد معه.